مديحه هل يلزم الانسان قراءه القران مع تفسير كل ايه ام القراءه فقط؟ لا الانسان يريد ان يتعبد الى الله يتعبد لله بقراءه القران هذه عباده مستقله من قرا حرفا من كتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم بعد ذلك التفسير وطلبه وتعلمه هذه عباده اخرى